اخوتي اخواتاتي، السلام عليكم. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. هم الاخوان فلوق ديال اليوم بتاريخ 26/11/2022. ضروري من ديكلاريو بلاطات، لكن بعض المتتبعين تيشوفوا الفيديو تيعرفوش لاطات و تيتصلوا بيا تيقولوا بغينا خرفة الفلانيين، بغينا خرفة الفلانيين، والله ما يسير. المهم الاخوان، اليوم كما قلنا 26/11/2022. هنا الاخوان كاينه 70 خروف تبارك الله، كامله سنه الحليب، كامله تبارك الله مداويه، اللهم بارك، اللهم يسير. كاين الاخوان النواحي ديال العنصر 70 راس تبارك الله، النواحي ديال العنصر غنم تبارك الله نقيه. بالنسبه للثمن الاخوان، ما شافتها شي واحد، مولاها طال فيها 1700 درهم، 1700 درهم. خليكم مع تتمه الفيديو. بالنسبه للناس اللي عندهم الغرض وبغاو يجي يشوفوها، مرحبا والف مرحبا. كاينه النواحي ديال العنصر، تبارك الله عليكم، تحياتي لجميع الاخوان. بالنسبه للناس اللي تتفرجوا فينا اول مره، ما نشيوش تفعلوا معنا في القناه، خليو لنا البصمه ديالكم، اللهم يسر. صراحه الاخوان يعني الحمد لله، القناه الحمد لله راه غدا في واحد التصاعد تدريجي تبارك الله. وبكم الاخوان الحمد لله، بكم غادي نزيدوا لقدام ان شاء الله، اللهم يسر. تبارك الله عليكم الاخوان، نتمنى يعجبكم الفلوق اللي تنديروا، تحياتي للجميع. المهم الاخوان، هذا فلوق خاص بالبيع، فيها 70 خروف تبارك الله، مولاها طال فيها 1700 درهم، سلالة التمحضيط تبارك الله، اللهم بارك. فيها شي جوج حبات ولا هما اللي وجههم بيض، ولكن هذوك راه مواتهم، مواتهم مواتهم بلديات، وبواتهم تيكون مصردية ولا تتكون فيها واحد القيمة. ولا هنا كما تتشوفوا، واحد هو دوزنا وهذا جوج فيهم تقريبا اللي برقيين، وتبارك الله، اللهم يسير. وتبارك الله عليكم الاخوان، نتمنى يعجبكم الفلوق، وصلنا لنهايه الفيديو. المهم الاخوان اللي عنده الغرض، مرحبا والف مرحبا. نحط النمره ديالي، اللهم يسير. 06 61 48 27 21. تبارك الله عليكم.